رئيس المجالس وزينة كل جالس. حرك اقرأ وداوي بقرآن ربك قلوبنا بتلاوة تزداد حلاوة بالتجويد. حرك اقرأ لأمة ترقع ثوبها بالوهم تخفض رأسها ليهود. حرك اقرأ فكم من أمة تعيش على الربا تنسى عقاب الخالق المعبود. حرك اقرأ ليخسأ مطرب مترنح قتل الحياء على رنين العود. اقرأ حبيبي حرك فكم قارئ في الناس يحمد ذكره ويكون عند الله غير حميد. حرك اقرأ مرتلا مجملا مجملا ففي القرآن لنا وعد ووعيد. مع مسك ختام هذه الليلة الكريمة المباركة مع تلاوة قرآنية كريمة يشنف بها الآذان ويروح بها علام الغيوب عن قلوبنا بصحبة مولانا الأستاذ الدكتور عبد الناصر حرك فاكهة قراء اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي، فليتفضل مشكورا سائلين الله تعالى له التوفيق، ولنا ولحضراتكم حسن الاستماع والاتباع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير
إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر إن المتقين في جنات ونهر إن المتقين في جنات مقعد صدق عند
الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان علمه البيان مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه نستمع للقرآن معلش نهدى قليلا بسم الله الرحمن الرحيم الشيخ ده قال لي حياة النبي تقول له انت حافظ القرآن على عود تاني الله يسعدك لا ناس طيبين بس يعني معلش معلش الله يبارك فيكم بس احنا عشمانين في كرمك احنا عشمانين في كرم الله كلنا في كرم الله ولكن معلش الله يبارك فيكم سنسمع القرآن تأتوه مع القرآن بهدوء قليلا شوية معلش بسم الله الرحمن الرحيم معلش استسمحكم نتأدب بس مع تلاوة القرآن قليلا معلش يعني تأدبا مع القرآن نسمع يعني نهدأ قليلا بس تأدبا مع القرآن عشان بس الله يبارك جاء العريس بتاعنا يعني نريد أن ندعو له اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير نسأل الله عز وجل أن يبارك لهما ويبارك عليهما ويجمع بينهما في خير اللهم امين يا رب العالمين ان شاء الله زواج مبارك ان شاء الله
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، استمعوا له وانصتوا. معلش تأدبا مع القرآن الكريم. ربنا يبارك فيكم جميعا. أيها السادة الأجلاء، يا ريت ممنوع البخور لأنه بيأذي سيدنا الشيخ أثناء القراءة، بيؤثر على الحنجرة، رجاء عدم البخور الآن أو إبعاده بعيد عن السرادق رجاء، ونرجو الهدوء أثناء التلاوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن خلق الإنسان علمه البيان بسم الله الرحمن الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان ولا تخسر الميزان وأقيموا الوزن
بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة. ربنا يجمعنا وإياكم في الجنة إن شاء الله ويجعلها لله. أعمل إيه ده؟ وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وأقيموا الوزن بالقسط.
صلوا على سيدنا رسول الله. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان
اسالك الدعاء، اسالك الدعاء، ادعو لنا ايضا الدعاء. ربنا يسرك قدام العزيز. زوج نصيحة. ربنا يفتح لك الباب يا حبيبي. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ بينهما برزخ لا يبغيان رب المشرقين ورب المغربين فبأي يلتقيان بينهما برزخ بينهما برزخ لا يبغيان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ رب المشرقين ورب المغربين شعت انواركم علينا فابصرنا بها طريقنا. طيب تعليم رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ بينهما برزخ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان
بأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء كل من عليها فان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من عليها كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعم مش هنسمع من قريب، ما عندناش فرع قريب. عايز تقول لي بس صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. حاضر. عايز الله اكبر يا سيدنا من ساعتها بقول عايز الله اكبر. طب تعالى اهو معايا اهو معاك اهو سامعك اهو عشان برد بس البرد بس. انما تنصرون بمخ. الله ربنا يكرمك. مشكلة. كل من عليها فان كل من
ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولا بشيء من آلائك نكذب ربنا لك الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد. وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين؟ أو نحن
الناب خليك في تعدد النية عند الله يفتح عليك يا سيدنا يفتح عليك إذا كده يا سيدي حرك أذكر الله ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلو اقتحم العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلو كنت حمل العقبة وما ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما فك رقبة أو إطعام في يوم مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا
بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. لا ما احنا بيتين معلش لا في مكان البيت وانبات معلش اتمنى عليك معلش والله اتمنى خمس دقايق والله على الحب ده اللي بيحب ربنا بيحب في الناس لا صلوا على سيدنا رسول الله بس اقعد اقعد الله يبارك سميع يا شيخ انا كده هصدق انا كده هصدق والله خلاص يا شيخ معلش نتقدم معاك وهالسور حضرتك الناس اسقلت عليك لا والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد لا الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ الله يبارك فيك الله اكبر الله اكبر يا النبي يا النبي يا رب يا رب لا يا شيخ كلامه هذا النبي كده النبي كده يا عباد حبيبنا من السكر صل على النبي ايوه يا ملك اقرا تاني الناس اللي بتقرا معلش استعمل لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ كده يا امير الامه طيب طيب
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. الفاتحة.